نكمل لحد كده الدنيا بقى تمام. انا كده تقريبا مش محتاج العربية في حاجة، فانا هاخد الهيرو كار، هي دي او العربية بتاعتي تمام، وهقول له رايت كليك هايد تمام، وهاخد برضو دول ورايت كليك وهايد. افتكر ان دي المفروض نعملها كلها بسهولة، ودي كده الدنيا تمام. هاخد دي واخد اوبس، هاخد دي ودي، وبرضه رايت كليك ومايل وهايد سيلكشن كده، انا معدول تمام. ده بس كل الحكايه هديله مجرد كام سيجمنت كده، لان الداينامكس بتشتغل كويسه لما يكون الاوبجكت في سيجمنتس، في سيجمنت، بلاش اقول سيجمنتس كتير، بس يبقى في سيجمنتس. بعد كده هنوصل بقى ده وده بدأ. يعني هنعمل الاكسس بتاعت العربيه. فهنعملها ازاي؟ هنعملها ب بوكسز. هنروح هنا وناخد بوكس، حالا هنسمي كل حاجه تمام، بس انا هرسم بوكس كده مثلا تمام. ونخلي بالنا بقى من حاجه، البوكس ده انا عايزه العمود اللي هيوصل بين السلندر ده وبين السلندر ده، بين العجله دي وبين العجله دي. اذا البوكس ده لازم يبقى بالظبط في السنتر، او في سنتر المسافه بين الاثنين دول، وفي نفس الوقت في السنتر بوينت بتاع الاثنين دول تمام. افتكر كده هنرفع ده فوق السنتر شويه. يعني رحنا للفرونت فيو، الاخ ده لازم هيترفع فوق السنتر شويه، لان الاكسس ده هيجي هنا. عموما هنرجعه تاني مكانه بعد، بس بقى لما نظبط ده. لو رحنا للبرسبكتيف وخدنا الاخ ده، انا عايز اعمله مربع مش مستطيل. انا هخلي دي مثلا بتاع 90، وهخلي دي 4، وهخلي دي 4 تمام، يبقى حاجه بالشكل ده كده. طيب زي ما قلنا هسلكت التارجت بتاعي اللي هو ده، واروح لانيميشن كونسترينت، وعندي هنا حاجه اسمها بوزيشن كونسترينت. بوزيشن كونسترينت بيديني اوبجكت والتارجت بتاعه، فانا هروح لبوزيشن كونسترينت، هيقول لي هو فين، هقول له هو ده. زي ما انتم شايفين ام حطه بالظبط في سنتر السلندر، بس هو كده بس لا. تعالى كده هنا في قائمه موشن هنلاقي هنا عندي حاجه اسمها اد بوزيشن تارجت، يعني دلوقتي هو ده بقى مع ده. طب انت عايز تسنتر ده في نص المسافه بين حاجتين، فانت هنا ده الاولاني، ده كده البيرنت. طب فين التاني؟ اهو هقول له اد بوزيشن تارجت، كده اتسنتر في النص خلاص. عايز حاجه من هنا؟ مش عايزين حاجه من هنا. بالمناسبه الويت دي ممكن انك انت تزقه فيها، يعني عايز توديه يمين شمال، بس احنا كده كده عايزينها 50%. هرجع هنا، مهم قوي هنا بقى عدد السيجمنت، انا مش عايزه كتير، انا مش هعمل سيميوليشن على ده، فهخليها كلها بواحد. هتقول لي قشطه كده تمام جدا، نعمل بقى سكيل، نيجي كده ونعمل سكيل كده. هي صح، بس دي هتخليك تضطر تحط الخطوه بتاعه ريسيت اكس فورم. ريسيت اكس فورم الخطوه دي صح، بس هتخليك تحط ريسيت اكس فورم. ليه؟ لان انا عايز ان في الاخر خالص الاوبجكت ده ينزل كان ما اتعملش موديفاي لا على السكيل ولا اتعمل موديفاي على اي حاجه خالص، لان الداينامكس مهم جدا فيها الحته دي. طب ايه الحل؟ اولا قبل ما نقول ايه الحل، تعالوا الاول نشتغل بالخطوه دي، ان انا هعمل سكيل عشان برضه تبقوا شفتوها. فانا هعمل سكيل كده كده اهو لغايه ما تبقى برسبكتيف، لغايه ما يبقى يا دوب هو في فاصل بين الاثنين تمام، بس الفاصل ده حاجه كويسه لو عملنا اف 3 عشان نجيب ده كده. افتكر لو رحنا التوب جميل، نيجي البرسبكتيف.
F3 تمام، على طول لازم هقول له ريسيت سيلكت لازم. بعدين كل اصول اديتابل بولي مش ماشي خلاص. طب الحل اللي بعد كده او ايه، مش الحل قصدي، الخطوه اللي بعد كده، الخطوه اللي بعد كده واللي لازم تتعمل، هنعمل رايت كليك. بس خلي بالك هي مش رايت كليك، هي الت مع رايت كليك، لان الت مع رايت كليك هتطلع لنا حاجه اسمها فريز ترانسفورميشن او فريز ترانسفورم. يعني ايه فريز؟ يعني هيقول له هيقول لماكس الاوبجكت ده السكيل بتاعه 100% كان ما تعدلش عليه حاجه، البوزيشن 00، الروتيشن 00، كانك بالظبط منزله بالشكل ده. فانا هعمل الت رايت كليك فريز ترانسفورميشن. بس خلي بالك شايف دول، طبعا هتقول لي طب ما ده موديفاي على البوزيشن. خلاص إيه؟ هقول لك طب ما هو ده اثبات. خلاص ازاي؟ الت رايت كليك، بص كده ساعه ما اضغط فريز ترانسفورم هيقول لي فريز مش عارف، اقول له يس بالسلامه. خلاص هو ده نازل كده، لا في بقى كونسترين ولا في بتاع ولا في اي حاجه. خلاص جميل تمام. هنعمل اخوها حلو شيفت وهندراج ده كده، وهقول له كوبي، هرجع اسمي كل حاجه دلوقتي. ونفس القصه انيميشن كونسترين، واقوم قايل له بوزيشن كونسترين، هات لي مين؟ هات لي الاخ. التارجت بتاعه الباشا. خلاص الدنيا كده تمام تمام. طب افرض انا عايز اعمل سكيل بالطريقه اللي ما تخلينيش اعمل ريسيت اكس فورم، هتيجي في الاكس اللي هيوصل بقى بين ده وده. تعرفين كانك بتعمل عربيه بجد يعني. خلاص برضو نفس القصه، رايت كليك فريز ترانسفورم يس تمام. هاجي على ده واقوم جاي واخد روتيشن واعمل شيفت مع روتيت 90 عشان اعمل واحد تاني. كوبي نفس القصه، انيميشن كونسترين بوزيشن كونسترين، هكونسترين مع مين؟ مع الاخ ده. طب التارجت ده بقى جه في النص. طب ده انا عايز اعمل سكيل من غير الحركه بتاعت الريسيت. عشان نعمل دي هنسكيل الفيرتكس، لان لما بتعمل انت سكيل للفيرتسز او الكلام ده كله ما بيش بيبقى ولا كانك عملت سكيل في الريل وورلد ترانسفورميشن بتاع الاوبجكت نفسه. فانا هاخد دول كده وهاخد دول وهسكيل الفيرتسز تمام بالمنظر ده كده، يعني ما خلاهاش تخبط فيه تمام، لكن اخليها يعني في فاصل بينهم وبين بعض. يعني بحاول ان انا بس حاجه كده. بعد كده اقلب رايت كليك الت مع رايت كليك قصدي وفريز ترانسفورم، وهم قايل له يس كده احنا الدنيا عندنا تمام ومفيش اي مشاكل في اي حاجه. هاخد كل دول وهغير لكالر، افتح شويه من كالر العربيه عشان لو طلعت مع العربيه تبقى باينه تمام. نسمي بقى ده، هنسميه كار بودي بروكسي. دول كده كده متسميين. ده هسميه فرونت اكس بروكسي اوتو سيف. الاوتو سيف الاول، العلامه بتاعت ادابتيف ديجريديشن دي هشيلها علشان تبقى الدنيا سموز معايا في الانيميشن خصوصا. ده هيبقى الرير اكس بروكسي، اما ده فهيبقى سنتر اكس
بروكسي. كده احنا سمينا الدنيا كلها وعملنا تسميات اللي احنا سيف. ازاي بقى احنا هنربط كله ببعضه؟ تمام، يعني ازاي لما اجي احرك البادي كل ده كل ده يتحرك يتحرك مع بعضه. الاول انا عايز اخد العجلتين، العجلتين دول هربطهم بالاكسل قداماني ده، فانا هاخد سيلكت اند لينك واربط ده بده. تمام، العجلتين اللي ورا هيتربطوا بالاكسل اللي ورا. تمام، الاتنين اكس دول والبادي بتاع العربيه كمان هيتربط بالاكسل اللي في النص. اذا هو الاكسل اللي في النص ده دلوقتي، تمام، هو ده الكنترولر بتاعي اللي انا هتحكم. لو حركت ده كل عربيه اتحركت كده، كل عربيه مربطه ببعضها. تمام، طبعا ده مش درس ريجنج، لان لو احنا نعمل ريج الموضوع هيبقى اكتر من كده كمان. طب هما كده هل اتربطوا داينامكس؟ لا، ما اتربطوش داينامكس، هما اتربطوا كده بس لكن داينامكس لا. طب انا عشان اربط ده كله بالداينامكس تتربط ازاي؟ الاول عشان ادخل دول للدايناميك انجن بتاع الماكس هسلكت كل ده. تمام، وبعد كده هعمل رايت كليك في اي حته، وعندي هنا حاجه اسمها ماس اف اكس تول بار. دايناميك انجن جديد بدل الرياكتور، خلاص. وبصراحه على الرغم ان هو قديم دلوقتي، ما عادش حد بيشتغل بيه، كلنا بنشتغل بالثينكينج بارتكلز حتى في الداينامكس، لكن بصراحه استخداماته ممكن نستخدمها في حاجات مش لازم اخش بارتكلز ومش لازم اعمل ليله كبيره علشان اعملها. هو بينفع في شويه حاجات ظريفه قوي. في الماس اف اكس انا عندي ثلاث انواع من الاوبجكتس. لو جيت ضغطت هنا وخلتني ضاغط شويه، طولت الضغطه، عندي هنا حاجه اسمها دايناميك ريجيد بودي. معنى كده ان الاوبجكتس دي بمجرد ما هقول انها داينامكس، لو واحد فيهم لمس التاني هتلاقي كل واحد وقع في حته شكل، فيما معناه ان الاوبجكتات دي هتتاثر برد الفعل. يعني لو اوبجكت خبط فيها هيحركها من مكانها. اما لو قلت له كينيماتيك، وبالمناسبه بمجرد ما اعمل دول دايناميك الجرافيتي هتشدهم. تمام، يعني هما بيبقوا داينامكس من اول فريم زيرو. اما لو قلت له كينيماتيك معناها ايه؟ معناها الاوبجكت دي هي دايناميك بس مستنيه اوبجكت يخبط فيها عشان تتحرك. اما لو قلت له ان هي ستاتيك معناها ان هي بالظبط زي الحيطه او زي الارض، يعني هي الاجسام تخبط فيها لكن هي ما بتتحركش. جميل، فانا في اللي انا هعمله ده كله انا هحط كل دول دايناميك ريجيد بودي. طبعا بمجرد ما تعمل الحركه دي بينزل هنا موديفاير على الاوبجكتس ان هما بقوا دايناميك ريجيد بودي. طبعا لو انا جيت عملت كده هلاقي ماس ريجيد بودي، اي ريجيد بودي، وهكذا. كنترول اي بسلكت كله. طب لو فتحت الرول اوت بتاعت التولز ده البار، تمام، فالبار ده انا ممكن امسكه كده مثلا، انا مش عايز الريبون في حاجه، تمام، فهقول له ريبون مش عايزه. ممكن امسك البار ده واحطه مثلا فوق هنا كده. طبعا هو راح في حته غلط، رايت كليك. وهخليه فلوت وهاخده. انا عايز احطه هنا برضه، هيجي هنا. ماشي، وفتحت الماس اف اكس تولز.
هنا بقى انا مش هتكلم كتير، بس اهم حاجه الاستبس. الاستبس اللي هي الكواليتي بتاع السيميوليشن. طبعا هي لو خليناها 4 هتبقى كويسه. سولفر اتريشن ده كده كده عليه مثلا ل 255 او خليه 300، هو اخره 255. ليه؟ عشان الكواليتي بتاع الانيميشن بيتاثر. تعالوا كده نجرب، انا ما عملتش اي حاجه، هعمل هنا ريسيت سيميوليشن وهعمل سيميوليت. اعتقد واضحه اهو، سيميوليت باينه. تعالوا كده بقى خلوا دي ب4 او ب5، ريسيت. ها شفتوا؟ طبعا ده انا مش عايزه، هخلي دي 255، نخلي الستبس مثلا ب8. خلاص هريسيت، لازم اريسيت، وبعدين اعمل بلاي. الانيميشن مستقر جدا وتمام حلو. بس لو خدتوا بالكوا الداينامكس مش بتسمع الكلام. يعني ايه مش بتسمع الكلام؟ يعني انا في ماكس اصلا قايل له ان ده مربوط بده وده مربوط بده وده مربوط بده وكل حاجه تمام. الكلام ده كده، لكن جوه الدايناميك انجن الربط ده ولا له لازمه. الربط ده في الحركه بتاعت الماكس، الربط ده تراديشنال، يعني بره الدايناميك انجن ده. الدايناميك انجن ما يعرفش حاجه اسمها لينك، لكن يعرف حاجه اسمها كونسترين. تمام؟ ايه هي الكونسترين؟ اولا انا عايز اربط العجله دي. عارف انتوا عارفين اللي احنا عملناه بالظبط في اللينك هنعمله هنا، بس بحاجه اسمها الكونسترينت. ايه هي الكونسترينت؟ لو احنا رحنا شايفين البتاع اللي عامله شبه الجوينت، شبه المفصله دي، لو ضغطت وطولت في انواع كتير من الكونسترينت. على فكره هم كلهم واحد، يعني هم كلهم واحد بس بيختلفوا في حاجات، يعني دي مفصله باب، دي تويست كده. فانا دلوقتي عايز اربط، خلي بالنا ان ده بيلف، دي عجله. خلاص فالعجله دي اللي ينفع لها من هنا اللي هو البتاع اللي بيلف، اللي هو اهو هو عليه زي روتيت كده، فده ينفع للعجله، مروحه هليكوبتر، يعني ده ينفع قوي للموضوع ده. بس الاول انت بتسلكت البيرنت بتاعك، وبعد كده بتروح تكليك وتاخد تويست كونسترين. اول ما هتضغط هتروح عامل لك البتاع كده. في حاجه غلط، انا عايز اكليك هنا اكس، مش مظبوط، لان الكونسترين لو خدنا بالنا نازل مش على اكس. لو جينا عملنا كده نازل مش مظبوط، في حين ده اكس بتاعه كده والكونسترين اكس بتاعه كده. طيب كنت اتمنى تنزل والله زي ما هي، بس ما علينا. عموما هنكليك ونعمل كده، وهخلي ده افتكر 17، تمام 17 كويس، وهاخده 90. تمام، واحاول اخلي دايما واي مشاور كده، كده اكس تمام وكده اكس. اهم حاجه اكس يكون مع نفس الاتجاه بنفس بتاع الاوبجكت عشان ما يعملناش مشكله. طب ده انا عملته كده. لو انت خدت بالك لقينا التشايلد هو نزل على التشايلد، بس فين البيرنت؟ هتشبك يعني خلاص ده كده مع ده. طب ده مع مين؟ مع ده. هروح ل undefined واقول له هد. خلاص نفس القصه في كله، هكليك كده نفس الموضوع، اعمل بس اي حاجه، خلي السايز ب 17 تمام، ونشوف اكس مشاور فين. اكس مشاور كده وواي مشاور كده، يبقى انا هروح لده خلاص، و هخلي ده برضو على 90، واي مشاور كده تمام. نفس الموضوع undefined، وهو قايل له الباقي
هنكليك ده برضو نفس الكونسترينت و هيبقى 17 نفس الليلة 90 undefined هيبقى معانا ده نفس الموضوع على ده 17 و تمام undefined ومعايا ده حلو قوي. دول كده ماسكين في بعض. طب لو جربنا نعمل سيميوليت كده جميل بس نكمل. حلو لغاية دلوقتي ده مع ده وده مع ده حلو حلو، لكن دول ودول مربوطين مع ده ازاي؟ ما هو ده رابط دول ودول. او لو كنا نفتكر احنا عملنا سيلكت الاثنين دول وعملنا لينك مع ده، هاجل ده وهستخدم كونسترينت برضو، بس المره دي حاجه اسمها فيكسد او ريجيد كونسترين. هكليك الريجيد كونسترين بيبقى عامل شبه مربع كده، فانا هخليه كده مثلا. تمام افتكر 9 مناسب، 8 حتى مناسب. برضو نفس الموضوع، هو نازل على ده البيرنت اهو، خدتوا بالكم بي 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 بيربط عند نقطه السنتر، خلي بالنا بس. تمام نفس الموضوع في ده، هكليك كده وهروح تاني لريجيد كونسترينت وهقول له برضو سايز 8 وانديفايند وهناخد ده. جميل جميل، ده كده اللي غلبان لسه هاريسات وسم الدنيا كويسة جدا. فاضل ده خلاص، طبعا هربط ده مع ده، فهكليك ده وبرضو. وهو عشان كده فاكرين لما قلتلكوا اهم حاجة البيفت لو كانت فوق كان الكونسترين ده ربط من فوق، لكن انا عايز اربط العربية من تحت بده، فهعمل برضو نفس الموضوع وهكبره ده سنة بقى بسيطة كده بحيث يبقى بالشكل ده مثلا 8.5 افتكر كويس undefined وده البيرنت. زي ما قلت هو ده الكنترول بتاع العربية كلها. بالمنظر ده بقى، بالمنظر ده لو احنا جينا نعمل سم على العربية بالشكل ده تمام. انا رفعت السب ستيبس بس ممكن اخليها 3، مش عارف 3 دي يبقى ظروفها ايه، بس افتكر ممكن تبقى كويسة في حالتنا دي. مش قوي يعني، بس افتكر 12 هتبقى ايه مناسبة. انا بحاول ان انا اخليني في المينيمال، في المينيمم على قد ما اقدر. لكن لو هرفع فانا ممكن ارفع 36. كويس، ممكن اروح لانجن واقول له هنا يوز مالتي ثريدنج واقول له هاردوير اكسلريشن. الاثنين دول انا ممكن يعملوا مشكله اكتر ما هما ميزه، فانا لو عملت كده وعملت بلاي مش عارف يعني الظروف ايه. افتكر تمام، ولو عملت دي برضو دي جي بي يو ما افتكر كويس. حلو 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 حلو. طب كل الكلام ده جميل، الاخ ده هحركه ازاي او الاخت دي هحركها ازاي؟ قبل ما اتكلم في هحرك ازاي، مش ممكن اجزاء العربيه او اجزاء الحاجه اللي احنا بنعمل لها داينامكس بتبقى نفس الكتله؟ اكيد وزن ده مختلف عن وزن ده عن وزن ده عن وزن ده، فالموضوع الكتل ده مهم جدا جدا في الداينامكس، مهم جدا جدا زي فوق ما تتخيلوا يعني. فانا
هاخد دول اللي هم دول واروح لتولز او اسف لريجيد بوديز. خلاص هنا دي الدنسيتي، هو المفروض انا همسك دي كده خلاص، هخلي مثلا وليكن دي ب 100 100 كيلو يعني، دي نفس الموضوع هخليها 100، كلهم هيبقوا نفس الكتله. عايز تروح ويكيبيديا تجيب الوزن، روح وزن العجله. دي مثلا افتكر 200 ظريفه، ودي اللي هو الاكس بتاع العربيه افتكر لو 300 هيبقى كويس، واللي ورا ده 250 ماشي. كلها على فكره اوزان تقريبيه، والله انا مش في دماغي حاجه تمام، بس الفرق هتلاقوه فظيع في الانيميشن. شفتوا مستقر ازاي؟ تمام. اولا انا عايز اعمل ده هي حوالي 600، مش ممكن استخدم كالعاده، انا ممكن ما استخدمهمش، بس بحاول ان انا ما اخليش عندي نقص في الفريمات كده. الدنيا بقت تمام وكل حاجه معمول لها كونسترين مع بعضها والدنيا زي الفل. فاضل ان انا احرك او اعمل شويه تيست قبل ما احرك، وهخلي التيست بتاع الكلام ده في المحاضره الجايه عشان برضو يبقى المعلومه كلها على بعضها، واشوفكم في المحاضره الجايه ان شاء الله.